معكم الدكتور حسام أبو فرسخ، استشاري تشخيص الأمراض النسيجية والسريرية، عمان الأردن. سنتكلم في هذه العجالة عن الاختلافات في جدر القرود بين غرب أفريقيا وجدر القرود في أوروبا. على الرغم من أن جدر القرود الموجود في أوروبا وفي أكثر من 20 دولة في العالم هو من نوع الفيروس الموجود في غرب أفريقيا، إلا أن هناك اختلافات مهمة جداً فيها ينبئ أن ربما يكون هناك سلالة جديدة أو مختلفة تتميز بالتالي. أولاً، جدر القرود في أوروبا ينتقل من إنسان إلى إنسان، بينما في أفريقيا من الحيوانات القوارض خاصة فقط إلى الإنسان، وبتنادراً من الإنسان إلى الإنسان. ثانياً، جدر القرود في أوروبا لم تسجل فيه أي حالة وفاة رغم وصول الأعداد إلى أكثر من 1000 حالة، بينما في غرب أفريقيا نسبة الوفيات هي 1%. ثالثاً، جدر القرود في أوروبا موجود في السائل المنوي وفي دم المصابين، ولم يذكر ذلك في جدر القرود في أفريقيا. رابعاً، الأطفال أقل من 14 سنة يتعرضون لمرض أصعب في جدر القرود بأفريقيا، وليس كذلك الحال في أوروبا. خامساً، الآر نوت وهي القدرة على الانتشار في أفريقيا هي أقل من 1، ولكن في أوروبا غير معروفة إلى الآن، وقد تزيد في حال انتشاره بين غير الملقحين. نصائحنا إلى السكان الوطن العربي في هذه الحالة: أولا، في الوطن العربي حيث توقف اللقاح الجدري تقريبا في عام 1980، فإنه ينصح لمن عمره أقل من 40 سنة أن يأخذ اللقاح في حال انتشر جدري القرود، لأن اللقاح الجدري يحمي بنسبة حوالي 85% من الإصابات. ثانياً، الفيروس لا زال غير قاتل، ولكن ممكن هذا أن يتغير في المستقبل، خاصة لمن يعانون من نقص في المناعة، ولذلك يرجى الحذر لمثل هؤلاء المرضى. ثالثاً، يبدو أن الفيروس لا ينتقل عن طريق التنفس، أو أن هذا المسلك ليس مهماً، وأن الالتصاق الجسدي ربما هو الأهم إلى الآن في جدر القرود في أوروبا. رابعا، متوقع أن الفيروس يكون مستوطنا في أوروبا، خاصة عند من عندهم مناعة ناقصة، وفكرة انتهائه في القريب العاجل تبدو غير ممكنة في الوقت الحالي. خامسا، نحب أن ننوه أنه مع أن جدر القرود في جيناته أكبر بسبع مرات من الكورونا، لكن نسبة الطفرات فيها أقل بكثير من الكورونا، لذلك غير متوقع أن تظهر طفرات كثيرة وجديدة كل مدة ومدة، لأن هذا من فيروسات الـ DNA وهو أكثر ثباتا. وشكراً.